هواية الصغر أصبحت شغف وفن لأكثر من 25 سنة، جسد من خلالها تاريخ مصغر لمباني الرياض القديمة والتاريخية. هاني العثمان وحكاية أكثر من 200 مجسم عمل عليها من ورشته الصغيرة في منزله. هواية بدأت من الصغر، أصلح مجسمات للمدارس، أقوم بأعمال مدرسية لإخواني ولي. فتطورت المسألة هذه، يعني صلحت مرة بيت صغير كذا وأعجبني، فحبيت أسوي أشتغل على زي كذا مجسمات بيوت كبار موجودة على أرض الواقع. كانت بداية العثمان باستخدام أدوات بسيطة مثل الفلين والبوية، ثم انتقل إلى استخدام التربة الزراعية وأعواد الإثل لتحاكي مجسماته أرض الواقع. أنا سويت بمباني جنوبية، بس يعني اللي دائم يستهويني اللي هو البيوت النجدية، هذا عشق للأمانة. البيوت القديمة هذه فيها يعني جدرانها، أنا حاكي جدرانها وهي تحاكيني، وأنا أشتغل المجسم هذا. هذا بطن الحوي مستوحى من البيوت القديمة طبعاً، تفاصيل بسيطة طبعاً، وش كان يدور في بيوت الأولين، المطبخ، الأواني، كانت حياة بسيطة يعني طبعاً. عشقة لتفاصيل البناء النجدي جعل يجسدها في مجسماته بحرفية تقارب الواقع، لتكون إرثه الفني المصغر لتلك الحقبة. نجوى العضيلة، أخبار 24 الرياض.